السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مثال او واحد من الاكزامبلز اللي موجودة في الكتاب. الكتاب ده اللي هو عشان لو حد مش عارف اللي هو اسمه كيميكال انجينير اسمه بلس كيميكال انجينيرنج ابلكيشنز. فانا هحل اكزامبل 6/13 ده موجود صفحة 181. فهو الاكزامبل ده ظريف في كذا نقطة. اولا ان هو بيغطي موضوع الرياكشن بتفاصيل اكتر احنا ما كناش قلناها قبل كده, فهتبقى فرصه ان احنا نتكلم عليها. الحاجه الثانيه ان احنا هنعمل فيه سنسيتيفيتي اناليسز يمكن بشكل اوسع شويه من اللي احنا كنا متعودين عليه, عشان برضو الناس تبقى فاهمه هو ده عباره عن رياكشن في كربون مونوكسيد وهيدروجين وكربون دايكسيد وهيدروجين. الهدف منهم ان انا اطلع ميثانول وعندي سايد رياكشن كربون مونوكسيد ووتر فيبر اللي هو اللي بيطلع من هنا بيديني كربون دايكسيد وهيدروجين. فالرياكتور ده انا عارف الفيد بتاعه ودرجة حرارته كام و 500 كلفن والبريشر 50 بار, وان انا عارف ان هو الفيد تلت وتلت وتلت كربون مونوكسيد وكربون دكسيد وهيدروجين, وان التوتال فلوريت 99 كيلو مول بر اور, وانا عارف ان انا عايز في الاخر اطلع ميثانول. فالهدف الاساسي ان انا اطلع ميثانول. في كام حاجة هنا يمكن هقولهم دلوقتي بس أنا مش هفصل فيهم لغاية لما يجي وقتهم يعني. فهو بيقول لي هنا أنا عايز أتست الميثانول سينثيسز أندر إيكوليبريم كونديشنز, وإن أنا هشتغل بريجورس سي إس تي آر موديل, يعني أنا شغال بريجورس مش بإيكوليبريم رياكتور. فأنا هشتغل بكايناتيك رياكتور أو بأكتور رياكتور أو ريجورس رياكتور يعني أندر إيكوليبريم كونديشنز, فدي حاجة إحنا ما جربناهاش قبل كده. وان انا عايز اغير يعني دي يعني اول حاجه ان انا حران وبعدين اشوف بقى النتيجه هتبقى عامله ازاي. تاني حاجه ان انا هبتدي بقى اغير درجه الحراره والضغط في الرنجات اللي هو مديها لي دي علشان اشوف الميثانول هيبقى احسن او هيطلع اكتر عند انهي كونديشنز. تاني حاجه ان انا هبقى اغير الفلوريت بتاعه الكربون دايوكسيد والهيدروجين عشان اشوف ده هيفرق في السلكتيفيتي في ايه. خلاص ان انا عايز ماكسمايز السلكتيفيتي بتاعه الميثانول. فخلينا نمشي واحده واحده وبعدين نشوف ايه الجديد يعني. فانا اول حاجه عملتها رحت معرف الكومبوننت ما فيهاش مشكله, والميثود خدت بي اس ار كي. طبعا انا شغال يعني الكومبوننتس اللي عندي اللي انا شغال فيها بيها دي بولر, انا عندي ميثانول وميه يعني فيري نون ايديال, بس انا شغال فالمفروض اشتغل باكتيفيتي كوفيشنت موديل لو عندي بريشر قليل, بس انا البريشر بتاعي عالي فهشتغل بكيوبيك ايكويشن اوف ستيت اللي هي البي اس ار كي. وخد الفري ووتر ميثود ستيم ام بي اس, ما فيش مشكله يعني يعني الكلام ده ما فيهوش حاجه جديده يعني. وعرفت فعلا الرياكتن الفيد اسف عند 500 وعند 50 والكلام ده كله, وعرفت الرياكشن الاستايشومتري ما فيهوش اي مشكله ان انا اعرف الاستايشومتري بتاع الرياكشن. بس تيجي هنا بقى ايه نقطه جديده شويه. احنا قلنا ان احنا هنشتغل عند ايكوليبريم كونديشنز. الكلام ده يترجم فين؟ يترجم هنا في الحته دي. قبل كده كنت بحط كايناتيك وبقول ان هو ده وببتدي اعرف الاكسبوننت, وبعدين هنا في الحته بتاعت الكايناتيك دي كنت بشتغل, هي باينه مش شغاله. فده علشان انا مختارهم كلهم ايكوليبريم. من الاختلافات بين الايكوليبريم وبين الكايناتيك ان انا ما ينفعش احط اكسبوننت, هيقول لي حطها بس لو هي كايناتيك. فانا مش كايناتيك, انا شغال ايكوليبريم, وده لان الاكسبوننتس دي بحتاجها علشان الريت ايكويشن. انا هنا مش شغال بريت ايكويشن, انا هنا بفترض ان انا هوصل لايكوليبريم. طيب حد يسال هو طب فرق ايه ده عن الرياكتور الار ايكوليبريم؟ هو هيفرق في كذا حاجه. اولا الار ايكوليبريم انا هنا ممكن اعرف اكتر من رياكشن واكتر من رياكشن سيتس, ده ما كانش متاح هناك. تاني حاجه ان في الايكوليبريم هنا انا بيديني شويه اوبشنز مش موجوده هناك. الاوبشنز دي مثلا انا اقول له انا هشتغل في الفيبر فيز ولا في الليكويد فيز. خلينا نشوف دي الاول, ان انا الكي ايكوليبريم قبل كده ما كنتش بحسبها, انا كنت بخليه هو يحسبها لي. ولو تفتكروا دي كانت من الحاجات اللي احنا قلنا الايكوليبريم رياكشن بتبقى مفيده فيها, ان انا ممكن احسب الايكوليبريم كونستنت. هنا هو يا اما يحسبها لي من الجيبس فري انرجي زي ما كان بيعمل هنا, او ان هو هيجيبها لي من اكسبريشن. يعني انا هعرف له اكسبريشن بالشكل ده واقول له احسب لي الكي ايكوليبريم. انا ما عنديش اكسبريشن فانا هشتغل بيه. الحاجه الجميله بقى هنا برضو ان انا ممكن اقول له تمبرتشر ابروتش تو ايكوليبريم.
يعني ايه؟ يعني انا هقول له مثلا ان انا شغال عند رياكشن عنده 500 مثلا سلس، هو بيقول لي بقى ايه ان انا ممكن ازود درجه الحراره دي بحيث ان هو لما يجي يحسب الايكوليبريم كونستانت يحسبها لي عند درجه حراره مختلفه عن درجه الحراره اللي انا عايزها. ده ممكن لو انا مثلا عارف ان انا مش هوصل لايكوليبريم فعايز يحط لي ايكوليبريم تاني مثلا، او يعني او انا عارف ان الرياكشن هيحصل عند درجه حراره تانيه ايا كان السبب، بس انا ممكن اقول له ان الايكوليبريم اللي انا هشتغل عنده مش هو نفس درجه الحراره اللي انا هشتغل بيها. فيعني دي شويه اوبشنز ظريفه ممكن اشتغل بيها. يتبقى نقطه مهمه جدا 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 تخص الموضوع ده، ودي هتوضح لنا حاجه. انا هنا شغال بايكوليبريم رياكشن، هلاقي كاتب لي 4CRCSTR اونلي، يعني دي بس ما ينفعش اشتغل في حاله الايكوليبريم رياكشن الا لو جوه سي اس تي ار. ده هو اللي بيعمله ليه انا ما اعرفش، بس توقع الشخص ان هو في الـ في الـ في البي اف ار لما هيجي بيشتغل هو بيقسمه اجزاء وبينتجريت على كل حته وياخد الاوتبوت من الاول، من الجزء الاولاني يحطه في الثاني وهكذا. انا هنا ده ايكوليبريم رياكشن، فانا بقول له اوصل الايكوليبريم، فهو هيوصل الايكوليبريم عند اول سكشن، بعد كده بقيت الرياكتور ملوش لازمه. ده توقع الشخصي انا ما اعرفش ليه، بس يعني وما لقيتش هنا حاجه بتوضح قوي ليه موضوع السي اس تي ار اونلي دي. انا حتى جربت اعمله بسي اس تي ار بي اف ار عشان اشوف، لان كل الحاجات اللي احنا شغالين عندها فيبر فيز، فمش منطقي ان انا احطه في سي اس تي ار، بس اداني الايرور ده بيقول لي البروبابل ان في ايرور وان السبب انكوريكت كاينتكس. فواضح ان هو مش يعني مفيش مفر من ان انا اشتغل بيه بسي اس تي ار، فده اللي حصل يعني. فالمهم يعني سي اس تي ار انا احنا عارفين يعني تفاصيله مش كتير قوي، قلت انا هشتغل بيه برفيز وان الحجم بتاعه 5 كيوبيك متر زي ما هو قال لي، والرياكشن رحت معرف الرياكشن سيت وكله تمام ومفيش اي مشكله، وهعمل رن اهو واشوف الستريم ريزلت بتاع السي اس تي ار علشان نعرف بقى هو طلع برودكت قد ايه من الميثانول. فالستريم ريزلتس اهي انا ببص عليها، لقيت على المول فلوز داخل عندي 33 و33 و33، خرج لي 10 من الميثانول. الكربون دايوكسيد ما فرقش كتير، الهيدروجين والكربون مونوكسيد يعني قل له شويه، بس في الاخر 10 يعني انا مدخل 99 مول طلع لي بس 10 مولز من الميثانول. ف يعني دي حاجه برضو من الحاجات اللي تخلينا يعني ناخد موضوع السنسيتيفيتي اناليسيس ده بشكل جد اكتر، لان في الاخر دي فلوس يعني. انا في الاخر البرودكت اللي طالع لي ده هو اللي انا عامل كل البروسيس دي علشان اطلعه، فكل ما اقدر اماكسمايز الكميه بتاعته كل ما يبقى احسن. فخلينا نشوف دلوقتي لو انا عايز اعمل سنسيتيفيتي اناليسيس علشان في الموديل اناليسيس تولز، هعمل سنسيتيفيتي اناليسيس علشان اعلي او اغير درجه الحراره واشوف مين فيهم هيطلع، او الضغط واشوف مين فيهم هيطلع ميثانول اكتر. فانا هقول والله انا عندي الفاريبل او بلوك فاريبل، هقول له انا عايز فاريبل جديد ونوعه بلوك فاريبل، البلوك اسمه سي اس تي ار ده اللي انا مسميه كده، والفاريبل اللي هي التمبرتشر، وهشتغل ممكن اخليها بقى من كلفن زي ما هو كان قايل من 450 ل 550، وخلي مثلا الانكريمنت 10 كلفن خلاص. هو افتكر هو ده اللي كان قايله هنا، من 450 ل 550 كلفن. وهعمل فاريبل جديد اللي هو هسميه فاريبل 2 برضو بلوك فاريبل، والبلوك ده اللي هو السي اس تي ار، والفاريبل هيبقى البريشر، وهبتدي من 15 ل 75 بانكريمنت 10. يمكن دي اول مره نحط اتنين فاريبلز، يعني قبل كده كنا بنحط فاريبل واحد، احنا هنا ابتدينا نغير الموضوع ده شويه وناخد اكتر من فاريبل، ودي يمكن هتخلينا برضو يعني ايه نعرف ازاي هو بيعرض لي الفاريبلز وازاي بيغيرهم، يعني هيغير اتنين فاريبلز مع بعض، دي يمكن مش حاجه احنا عرفناها قبل كده. وحاجه هنا اقول له والله انا عايز بقى ايه الحاجه اللي احسبها، اقول له الفلوريد بتاع الميثانول، انا هقول له CH3OH الفلو مولر فلو في البرودكت مثلا خلاص، وهقول له ان ده ستريم بقى دلوقتي، وهيبقى مول فلو في ستريم اللي هو البرودكت بكيلو مول بر اور، والكومبوننت اللي هو الميثانول.
وهاجي هنا في التابيوليت اقول له في الفاريبلز، فخلاص فهو دلوقتي هيبقى يطلع لي الاوتبوت الميثانول، وهقول له ران ونشوف كده النتائج اخبارها ايه. فاول حاجه بس نلاحظها ان هو بيثبت واحد من الفاريبلز ويغير التاني، يعني ثبت الاولاني عند درجه الحراره دي وراح مغير من 15 ل 75، وبعدين راح مغير الاولاني لفاليو تاني، وبعدين راح مغير التاني وهكذا. فهو بيعمل لوبس، يغير واحد ويعني يثبت واحد ويغير التاني، وبعدين يغير الاولاني القيمه تانية ويغير التاني وهكذا. فهنلاقي ان هو ده اللي طبعا. طبعا ارقام كتير جدا، انا عندي هنا كام سطر، عندي 78 سطر. فانا احسن ان انا اشوفهم على شكل جراف يعني، واشوف هو هيعمل ايه. فهنا بقى في اتنين بارامترز بغيرهم، فواحد فيهم اللي هو التمبرتشر، واحد البريشر. فهو بيقول لي انت عايز مين على الاكس اكسس ومين البارامترك، البارامترك بقى هنشوفه دلوقتي. فانا هقول له ماشي. فالاكس اكسس هو ده اللي هو التمبرتشر، والبارامترك يعني كل خط من دول ببريشر مختلف. فانا شغال هنا عند البريشر بكام، ده 15، وبعد كده 25 35 45 55 65 75، والنقطه الاخرانيه دي هي اللي انا كنت شغال عندها اللي عند 50. فهو واضح كل ما كل ما الضغط بيعلى كل ما الميثانول بيكتر. يعني لو انا مثبت نقطه هنا، لو انا خدت النقطه دي مثلا او التمبرتشر دي، كل ما بزود البريشر الميثانول بيكتر. وعند نفس الخط كل ما درجة الحرارة بتقل كل ما الميثانول بيكتر برضه. فواضح ان هو فيفرد عند بريشر عالي ودرجة حرارة قليلة، يعني ضغط عالي وحرارة قليلة. فمن الكلام ده انا ممكن اقول في الرنجات اللي انا شغال بيها انا احسن من وجهة نظر انتاج الميثانول ان اخد النقطة دي اللي هي اعلى نقطة في الرسمة كلها، اللي هي هيبقى عندها درجة الحرارة 450 كلفن اللي هي 177 سلسيوس، وعندها الضغط 75 بار او اتموسفيري. كويس. فكده انا ظبطت الامور على البريشر والتمبرتشر. عايز بقى اشوف الافكت بتاع اسمه ايه ده، بسم الله، الفلو ريتس بتاعت الفيد والحاجات اللي داخله. فانا هعمل سنسيتيفيتي اناليسيس تاني، وهقول له بقى ان انا عندي فاريبلز جديده. انا عندي الفاريبل الاولاني هيبقى ستريم فاريبل، هسميه مثلا انا عايز اقول له نيو الاول، معلش هقول له نيو، وهيبقى النوع بتاعه ستريم، لا انا عايز مول فلو، انا اسف. هي حكايه برضو ان الواحد يعرف مكان الحاجه في انهي لسته، دي بتاخد وقت يعني. فانا عشان جربتها كتير فانا عارف يعني. فده هيبقى في الفيد الكومبوننت بتاعي، انا عايز اشوف تاثير الكربون دايكسيد. وهقول مثلا انا هشتغل من واحد لغايه، انا شغال عندي 33 فهشتغل لغايه مثلا 71، وهقول الانكرمنت بتاعتي ب 10. طبعا هو انا ممكن ازود الانكرمنت زي ما انا عايز، بس كل ما الانكرمنت او النقط تبقى يعني لو كترتها قوي هتحتاج كومبيوتيشنال باور كتير، وممكن السوفت وير يكراش وكده. فاحسن ان انا اخلي 8 9 نقط كويس جدا، هتفهمني الترند كويس، ومش هتحتاج كومبيوتيشنال باور كتير زي ما اخلي مثلا الانكريمنت كله نقطتين ولا حاجه. النقطه الثانيه هيبقى برضو مول فلو الستريم الفيد، وهيبقى الكومبوننت بتاعي الهيدروجين المره دي، برضو هشتغل من واحد لغايه احنا كنا خدنا 71 فخليها 71 برضو، الانكريمنت خليها 8 10 اسف. كويس. فخلينا نشوف الامور هتوصل لايه. احنا كده خلصنا الفاريبلز، وبعد كده عايز اشوف بقى الحاجه اللي انا هحسبها. انا عايز اجيب السلكتيفيتي. السلكتيفيتي هي الفلوريد بتاع الميثانول على الفلوريد بتاع الكربون دايكسيد في البرودكت طبعا. فانا عايز بقى اقول المولر فلو بتاع الميثانول اللي هي CH3OH في الفيد في البرودكت، وعايز المولر فلو بتاع CO2 في البرودكت. خلاص. فهم دول الاثنين. فده هيبقى ستريم، هيبقى مول فلو،
في الستريم اللي هو البرودكت الكومبوننت اللي هو انا شغال على الميثانول، فهيبقى الميثانول. تاني واحد هيبقى نفس الكلام، هيبقى ستريم وهيبقى مول فلو، والمول فلو ده في الستريم اللي هو البرودكت، والكومبوننت هيبقى السي او 2 وخلاص. بس انا كده لسه ما حسبتش السلكتيفيتي. انا عرفت الحاجات اللي هحسب منها السلكتيفيتي، فهروح بقى على فورتران واعمل زي ما قلت قبل كده، فهقول الاس اللي هي السلكتيفيتي يعني هتبقى، طبعا لازم احط الاسم زي ما هو، فيا اما اجي هنا واخد كوبي وبيست، او في حاجه ظريفه ان انا ممكن هنا اجي هنا اعمل رايت كليك واقول له فاريبل ليست واعمل دراج اند دروب. فانا هاخد دي هنا واقول على، واخد دي واوديها هنا وخلاص على كده. فكده كده انا خلاص خلصت الفورتران. وفي التابيليت هقول له في الفاريبلز وهقول له زود عليهم الروت تالت، هيبقى الاس اللي هي السلكتيفيتي. فكده خلاص يعني انا كده خلصت. هعمل رن اشوف هو هيبقى الريزلتس طلع ازاي. طبعا انا برضو عندي اتنين بارامترز بغيرهم، فالريزلتس هيبقى فيها عمودين، فاري الاولاني وفاري التاني. اهو مثبت واحد اللي هو بتاع الكربون مونوكسيد عند واحد، وبيغير التاني من واحد لواحد وسبعين، ونفس الكلام للتاني والتالت لغايه لما وصل ل واحد، ومخلي لي برضو ال 33 بتاعتي علشان عشان بتبقى كده كده يعني ايه داتا بوينت موجوده يعني، فعشان اشتغل بيها. هشوف بقى الريزلتس كيرف واشوف بقى انا ايه اللي طالع عندي. خلينا نشوف السلكتيفيتي الاول بتتغير ازاي مع الاثنين. الاكس اكسس هي السي او 2 والبارامتر فاريبل هو الهيدروجن. فهلاقي شكل غريب شويه. اولا واضح ان كل الكربون دايوكسيد ما بيزيد كل السلكتيفيتي ما بتقل، يعني معنى كده ان الكربون دايوكسيد اللي في البرودكت كتير شويه. فانا لو بصص لها من ناحيه السلكتيفيتي، فوجود الكربون مونوكسيد كتير او كربون دايوكسيد كتير في الـ في الـ في البرودكت او في الفيد بيبقى مش حاجه كويسه. تاني حاجه واضح ان انا كل ما بطلع فوق الفلوريد بتاع الهيدروجين بيزيد، واضح ان انا الهيدروجين كل ما بيزيد كل ما بيبقى كويس. هو برضو عشان ابقى ماشي زي ما هو كان ماشي في الكتاب، هو الهيدروجين كان مخليه 91 مش 71، فخلينا نمشي زيه عشان نشوف نفس الارقام، يعني نشوف هتبقى نفس الارقام ولا لا. يعني هو زود لي كم كيرف زياده يعني، بس هيظل الترند العام واحد، يعني ان انا كل ما بزود الهيدروجين كل ما يبقى احسن. يعني انا وصلت السلكتيفيتي قرب ال 30، يعني الميثانول 30 مره قد الكربون دايوكسيد، في حين ان هو هنا يمكن اقل من الكربون دايوكسيد اللي موجود. فدي حاجه، في حاجه ظريفه. ممكن برضو يعني احنا عندنا ريزلتس بقى ممكن نرسم منها حاجات كتير. يعني ممكن الريزلت مثلا اقول انا مثلا عايز اشوف كميه الميثانول اللي خارجه مش السلكتيفيتي مثلا، انا حر يعني انا اشوف اللي انا عايزه. فواضح برضو ان الميثانول كميته، طبعا هو مش واضح، هو لازم هيبقى كده لان السلكتيفيتي عليت، فاكيد الميثانول كميته هتكبر. فواضح ان انا الظروف المثلى ان انا ازود الهيدروجين لو انا مثبت الكربون مونوكسيد، واقلل الكربون دايوكسيد واشتغل عند ضغط عالي ودرجه حراره قليله. فخلينا نشوف انا الستريم ريزلتس اللي هي بقى بالسنسيتيفيتي كانت مطلعه 10.143. فخلينا نشوف بقى لو انا هغير الفيد بحيث ان هو يشتغل عند ال 450 دي اللي هي درجة الحرارة القليلة، وعند ضغط عالي اللي هي 75، واني هزود ال هخليه يشتغل برضو عند 75 بار وعند 450 كلفن، واني هغير الفلوريد بتاع الفيد. انا كان المفروض اغير الفلوريد بتاع الفيد، انا نسيته معلش. فهخلي الهيدروجين زي ما قلنا 91 والكربون دايوكسيد بواحد وهعمل رن. فانا عارف ان هي في الاول كانت 10، فانا عايز اشوف بقى دلوقتي هتبقى عامله ازاي. فهاجي بقى هو خلص واشوف هنا الستريم ريزلتس بتاعت سي اس تي ار هتبقى عامله ازاي عشان اشوف المول فلو بتاع الميثانول قد ايه. فببص اهو لقيته طلع 33، وده حاجه ممتازه جدا. يعني انا زودت الفلوريت بتاع الميثانول اللي خارج 3 اضعافه شويه،
باني ظبطت يعني الكونديشنز بتاعت الرياكشن والفلو ريت بتاع الفيد. وزي ما هو باين انا تقريبا خلصت الكربون مونوكسيد كله تقريبا، الهيدروجين انا مدخله ان اكسس، والكربون دايوكسيد يعني المره اللي فاتت برده كان قل شويه قليلين، فبرده حصل نفس الحكايه. فانا باللي انا عملته ده قدرت ان انا ماكسمايز الجيلد والسلكتيفيتي بتاعه الميثانول في الرياكتور ده. طبعا اللي انا بتكلم فيه ده بتكلم من ناحيه البروسيس، الموضوع بيبقى ليه اعتبارات تانية، يعني ليه اعتبارات من ناحيه الايكونومي، ايكونومكس بتاعه الموضوع، يعني هو انا فعلا في ايدي ان انا اغير الفلوريتس دي ولا لا. ممكن ما يبقاش في ايدي، يعني ممكن هو الفيد جاي لي كده وانا لازم اتعامل معاه زي ما هو، فلو هو كده ممكن بقى عشان اشتغل بالكونديشنز دي او بالفلوريتس دي هحتاج اعمل فصل زياده واعمل بيوريفيكيشن للفيد علشان اقدر اوصله للحاله اللي انا عايزها. الضغط ودرجه الحراره تظبطهم هيكلفني فلوس اكتر، فممكن الموضوع ما يبقاش ايكونوميكلي فيزبل. فمش دايما اللي انا بوصله ده بيبقى هو اللي انا لازم اعمله، يعني ممكن يبقى في حالات انا ممكن اشتغل عند كونديشنز تديني يلد اقل لان هي اقتصاديا مش مناسب. بس فارجو ان المثال ده يكون ظريف ووضح شويه نقط احنا ما اتكلمناش فيها قبل كده، ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.